تلومونا فيروس كورونا ممنوع تزورونا حتى ولا هو عيد حتى ولا هو عيد. قيل إن الفنون هي أبرز وسائل الشعوب في التواصل، وطالما كان الفن أحد أدوات النصر وأشد الأسلحة فتكاً. ولا سلام يا خال، هذا وباء قتال ما يعترف بالعيد. في هذه اللحظة من عمر البلاد يوشك وباء كورونا أن يهدم ما تبقى من صلابة اليمنيين وقوتهم في مواجهة محنهم ومآسيهم وما أكثرها. لا تختلط بالناس وقاعدك حساس، لا بس عليك لا بس ريح بهذا العيد. اتجه عدد من الفنانين إلى التوعية بمخاطر فيروس كورونا خصوصا في أيام العيد، هذه المناسبة التي يكثف فيها اليمنيون طقوس الزيارات والمعايدات الأسرية، فكانت هذه الوصلات الفنية رسائل توعية أكثر سهولة وأبلغ وصولا للناس. لا نجيكم لا تجونا يا حبايب اعذرونا، مش بخاطرنا فهمونا والسبب فيروس كورونا. محاولة لرفع مستوى الوعي بين الناس من خلال مقاطع فردية وجماعية تحمل في مضمونها واحدة من أسمى رسائل الفن الإنسانية والقيمية تجاه المجتمع. لا تصافح كوني متعلم وناصح، والتزم يا صاحبي غسل اليدين، أنت كافح وانت كافح وانت كافح، المرض لو جاء تبكي كل عين. بالموسيقى والأعمال الفنية باختلافها تحول الفن إلى سلاح في المعركة ضد كورونا، يمضي جنباً إلى جنب مع التثقيف الصحي والإرشادات الطبية والفعاليات التي تمارس بهدف رفع مستوى الوعي بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الوباء. تفاعل الفنان مع الأزمة في وطنه تؤكد أنه يمضي بمحيطه الاجتماعي بنفس المركب، وربما حقق بالفن ما لم يحققه غيره، ولما لا؟ السلامة خير من كل المصالح، التزم بيتك وشوف الناس، وإلا وعدت إنك عتبقى شخص صالح.